لتفاصيل أكتر عن أهمية ودلالة موافقة مجلس الوزراء، إحنا معانا على التليفون دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. مساء الخير، أهلا بيك يا دكتور. وما الذي يعنيه اعتبار المشروع من المشروعات الاستراتيجية؟ تحية حضرتك أستاذة ريهام والأستاذة المشاهدين والأستاذ شادي. بالحقيقة إحنا بنتكلم على مشروع هام جدا 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 في قطاع حيوي. بنتكلم على البلازما، هي واحد يمكن من الناحية الطبية غير متخصص في الطب، لكن نحن نتحدث عن فرصة لإنتاج عقارات أساسية تستخدم في علاج أمراض زي الكلى والكبد، وأيضا احنا بنمثل تحقيق اكتفاء ذاتي من حاجة مهمة جدا جدا جدا. يمكن هذه الصناعة موجودة في افريقيا في دولة واحدة فقط، وبالتالي دخول مصر للصناعات الدوائية وهي صناعة دقيقة جدا ومتخصصة هو امر في غاية الأهمية. وفي الحقيقة هذا المشروع هو تبني لفكر مؤسسة الرئاسة في دعم المصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الاستراتيجية. بالتالي مش غريب ان احنا يصدر القرار النهاردة باعتبار هذا المشروع هو مشروع قومي واستراتيجي، ويمكن ده بيدي للمشروع مجموعة من المزايا وسرعة ومرونة اكثر في الاداء، خاصة مع تفعيل البند الرخصة الذهبية الوارد في قانون الاستثمار لهذا المشروع الحيوي اللي بيوفر. طيب يا دكتور، يعني على ذكر الرخصة الذهبية، احنا عارفين طبعا المجلس وافق على اعتبار شركة مشتقات البلازما طبعا من المشروعات الاستراتيجية والقومية ومنحها هذه الرخصة الذهبية. ما هي مزايا هذه الرخصة؟ يمكن اهم ميزه من مزايا الرخصه الذهبيه هي فكره الموافقه الواحده، ان بيتم عرض المشروع بشكل متكامل والمخطط العام للمشروع والدراسات الخاصه به، وبتحصل الشركه التي بتحصل على الموافقه الذهبيه على مرونه في التراخيص الخاصة بالمباني، التراخيص الخاصة بالإنشاءات، الموافقات الاستيرادية، كل الموافقات اللي بتحتاجها الشركة علشان خاطر تقدر تقوم بنشاطها في أسرع وقت ممكن بيتم منحها وفقا لهذه المادة. ويمكن المادة دي موجودة في قانون الاستثمار، لكن الحكومة لم تكن مفعلة، والحكومة وافقت على تفعيلها من وقت قريب. وفي الحقيقة لو ما كانتش هذه النوعية من المشروعات اللي هتحصل على الرخصة الذهبية، يعني فمن سيحصل عليها؟ احنا بنتكلم على قطاع حيوي جدا وهام، نحتاج فيه إلى توسع، خصوصا إن احنا بننشئ 20 مركز لتجميع البلازما اللي هي المادة الخام اللي بيحتاجها المصنع. وبالتالي احنا عندنا مجموعة من الاشتراطات اصلا هي متوفرة في الشركة، زي ان يبقى عندنا 50% من رأس المال المصدر تم تغطيته. الاشتراطات القانونية هي موجودة في الشركة وفي هذا المجمع، انما لازم نقول ان هذه الشركة وهذا المصنع هو انطلاقة لقطاع هام جدا، انا شايفه قطاع واعد للصناعة المصرية، والدولة المصرية بتمتلك فيه ميزة تنافسية في محيطها الإفريقي والإقليمي، ألا وهي صناعة الأدوية وتصنيف صناعة الأدوية. شفنا الدولة المصرية في مع كورونا، ويكون لدينا لقاحات مصرية ومصنع للقاحات المصرية، وهذه قطاع فيها قيمة مضافة عالية يتم فيها الاستفادة من الكوادر المصرية والخبرات المصرية الموجودة، يتم فيها توطين تكنولوجيا جديدة بتوفر عملة صعبة، أو بتدينا فرصة كمان لزيادة العملة الصعبة من خلال التطوير لهذه النوعية من الأدوية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان.